يعرفها كل سكان منطقة الحبانية غربي الفلوجة، فهي التي بسطت يديها لمساعدة المحتاجين لسنين عديدة. إنها الحاجة نوفا الفلاحي، إحدى سكنة منطقة كوليكامب غربي الفلوجة. ولدت الحاجة نوفا الفلاحي في منطقة الفلاحات عام 1930 قبل انتقالها إلى منطقة الحبانية عام 48 لتستقر وأسرتها في منطقة كوليكامب أو السيسي وفق التسمية الإنجليزية، التي تضم شرائح اجتماعية ودينية من جنسيات مختلفة آنذاك. نعم هم خليط، يعني مشتتين، تيجوا آثوريين وأرمن وهنود وإنجليز وصابع ولكن كلهم متعايشين وكأنك ما تعرف هذا اللاح منين ما هو، المهم هو عراقي من أهل السيسي. وتحدثت الحاجة نوفا عن طريقة تعامل قوات الاحتلال الأمريكية مع السكان المحليين عقب اجتياحها العراق عام 2003. الأمريكان شيء غريب، أنا حكيتها لأكبر صحفي أمريكا. الأمريكان الجيش، أنا ما أقول الأمريكان، أقول الجيش الأمريكي. الجيش الأمريكي متفسخ إخلاق، ما عنده من الأخلاق ولا ذرة. هو وجابه من الأمريكان، هم جزء من الأمريكان. عليش الأمريكان ما جمل حالهم، احنا كمان نسميها بالعربي حرامي وجعيدة. هم جابوا من الأمريكان وهم دخلوا الأمريكان ببيوتنا، وهم دخلوا من الأمريكان على أرضنا وعرضنا. كما استذكرت الحاجة نوفا حقبة قصف قوات الاحتلال البريطانية لمدينة الفلوجة وضواحيها فيما عرف بثورة مايس عام 41 ضد الاحتلال الإنجليزي. ثورة رشيد علي احنا عاصرناها، طبعا احنا هنا بالفلاحات وبعدين نزلنا عالشط بطفولتنا، وكان الإنجليز عندهم جيش ثاني يقولوا له اللبي. اللبي كتلة سمير الشلال الله يرحمه كان ويا الجيش قتله، واحنا شفنا الطيارات الانجليزية من كانت تضرب صواريخ وتضرب هاي. فالجيش العراقي يجي منها كعلى بقار عرباية، جت الطيارة ضربته ما تعرف لحم البقل من البشر. الحاجة نوفا تمثل نموذجا حيا للإنسان والمرأة العراقية التي عاصرت وكانت شاهدة على انسجام المجتمع في العراق بكافة أطيافه وعرقياته، ولا فضل لعراقي على آخر إلا بانتمائه للعراق وكونه مواطنا صالحا في بلده.